مع بعض الفراخ في الفرن بحشوة الرز. المقادير: فرخة متوسطة، بالنسبة للحشوة بحشوة الرز 2 معلقة سمنة، بصلاية متقطعة، نص كوباية رز اللي هو المصري أنا غسلته وصفيته. بالنسبة للتوابل اللي هنحطها على الفرخة من برة: 2 معلقة كبار زيت، 2 معلقة خل، 2 معلقة عصير بصل، 1/4 معلقة كزبرة، 1/4 معلقة ملح، أقل من 1/4 معلقة كاري، أقل من 1/4 معلقة زعتر، 1/4 معلقة توم باودر، 1/4 معلقة بابريكا، أقل من 1/4 معلقة كركم، و1/4 معلقة فلفل أسود. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في بولة هنبتدي نحط التوابل كلها، الملح والكزبرة والزعتر والكاري، بابريكا، التوم باودر، الكركم، الفلفل الاسود. هنقلب الاول التوابل مع بعض، وبعدين نضيف عليها الحاجات السائله زي عصير البصل، الزيت، ده زيت ذره، الخل، ونقلب. هنبتدي ناخد الفرخة ونحط عليها التوابل دي. سكينة حامية هغرز شوية الفرخة، هغرز الفرخة من كل النواحي عشان تشرب بس من التتبيلة زي ما احنا شايفين كده. انا تبلت الفرخة كويس جدا، هبتدي اغطيها دلوقتي بالبلاستيك راب. واسيبها في التلاجة تقريبا ما بين نص ساعة وساعة عقبال ما اعمل الحشوه بتاعتها. فحل على البوتاجاز كده، هحط السمنه، البصلايه، واسيبها لما تتدبل. احط عليها شويه فلفل اسود وشوية ملح صغيرين. نسيبها لما تجي. كده البصلة اتدبلت، هبتدي احط عليها الرز. الرز انا غسلاه ومصفياه، لغايه لما يغير لونه شويه الرز. كده الرز بيض شوية، هبتدي اتشه بشوية مية. طبعا مش مية كتير، مش هسوي الرز، هسويه نص سوا كده، وهوطي عليه على الاخر لغاية لما يتشرب المية. كده شكل الرز لما اتشرب. هنسيبه بقى لما يبرد خالص علشان نعرف نحشيه في الفرخة، وكمان تكون الفرخة اتبلت في التلاجة. كده فات على الفرخة تقريبا ساعة في التلاجة، وعملت الرز وسبته لما يبرد خالص. هبتدي احشي الرز جوه الفرخة. محضرة صينية وحاطة فيها ورق زبدة علشان ما تلزقش الفرخة في الصينية.
وهحط فيها الفرخة. هبتدي اخد الرز واحطه جوه الفرخه، واضغط جامد بالخلط السنين. بقيت التتبيلة بتاعت الفراخ هحطها عليها على الوش. وهغطي الفرخة بالورق الزبدة. هبتدي دلوقتي احط الفراخ في الفرن على درجة حرارة 400، هسيبها ربع ساعة في درجة الحرارة العالية، وبعد كده بوطي درجة الحرارة بخليها على 350 وبسيبها تقريبا ساعة. تقريبا توتال الفرخة جوه الفرن ساعة وربع، وهنشوفها لما تستوي هيبقى شكلها ازاي. الفراخ كده طلعت من الفرن، سبتها لما تهدى خالص، وبعدين طلعت منها الرز اللي جواها، المحشي جواها، وحطيتها على جناب الفراخ، وحطيت عليها لوز محمصاه. الفراخ بتطلع جميله جدا وطريه جدا. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء.